جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: أتاني العذر الشهري وأنا أبلغ من العمر 12 عاما، وكنت صغيرة ولا أدري عن أهمية الصوم، وكنت أصوم وأفطر حتى بدأت أفهم أمر الصوم، ولقد أمضيت على هذه الحال 5 سنوات، فماذا علي؟ هل أقضي الأيام التي فاتتني علما بأنني لا أعلم كم هي، أم هل أتصدق؟ ماذا أفعل في دوني؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليك قضاء الأيام التي صمتيها وعليك الحيض أو أفطرت فيها، المهم الواجب عليك قضاء أيام الحيض التي مرت عليك في شهر رمضان ولو كانت متقدمة في زمن طويل. القضاء لا يسقط عنك، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، عن الترهيب بأن تخرجي نصف صاع من الطعام بمقدار 1.5 كيلو عن كل يوم تدفعينه للفقراء، وإن دفعته لفقير واحد دفعت كل كفارة الأيام لفقير واحد أجزأ ذلك والحمد لله. وأما طول المدة فإنه لا يسقط عنك القضاء ببقائه في ذمتك. وأما أنك لا تعلمين العدد، أنت ترجعين إلى العادة الشهرية، عدد الأيام التي يكون عليك الحيض فيها وتعرفين ذلك. وإن غمض عليك فعليك بالتقدير والتحري والاحتياط.